السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من درس معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول حدد المعادلة المختصرة للمستقيم السي دي في كل من الحالات الآتية. إذا نبدأ بالحالة الأولى. إذا في الحالة الأولى لدينا إحداثيتا سي هما 1-0 ودي 1-1. إذا أول خطوة نقارن أفصول سي مع أفصول دي. إذا لدينا x c تساوي x d، إذن 1-1. إذن معادلة c d تكتب على الشكل أو هي إذن x تساوي x c أو x d، إذن x تساوي 1. الحالة الثانية لدينا إحداثيات السي هما جذر 2-3 ودي ناقص 1-3. إذا لدينا في هذه الحالة الأفصول ديال السي كيساوي جذر 2 والأفصول ديال دي كيساوي لنا ناقص 1. إذا لدينا إكس سي تخالف إكس دي. إذا المعادلة المختصرة لي سي هي إذن إغريك تساوي ام إكس زائد بي، ام و بي عددان حقيقيان. إذن غنحددو ام اللي هي الميل. إذن الميل يساوي ماذا؟ يساوي فرق الأرطوبين على فرق الأفصولين. إذن الأرطوب ديال سي إكس سي ناقص أو إغريك سي ناقص إغريك دي على x c ناقص x d. إذن y c 3 و y d 3 على x c جذر 2 و y d ناقص 1. إذن ناقص ناقص 1. إذن 3 ناقص 3 0 و جذر 2 ناقص ناقص هي زائد 1. إذن 0 على جذر 2 زائد 1 تساوي 0. صفر على أي عدد دائما يساوي صفر. إذا لقينا الميل كيساوي لنا صفر. إذا معادلة سي دي تكتب على شكل، إذا كنعوض ام بالقيمة ديالها إذا كتبقى لنا إكريك كتساوي لنا بي، يعني الأرطوب عند الأصل. هنا كناخد أي نقطة إما السي أو الدي. إذن السي تنتمي إلى المستقيم سي دي. إذن إغريك سي تساوي بي. إذن تساوي أي أن بي يساوي العدد 3، وبالتالي معادلة السي دي تكتب على هذا الشكل إغريك تساوي العدد 3.